السلام عليكم. الله وبركاته. نعم شيخنا تفضل. اني احبك في الله. احبك الله. شيخنا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من تصاعد بهم النار ثلاث. نعم. الواحد يعني كلما افتكر حديث ازاي يعني اول من تصاعد بهم النار كيف ينجو من هذا الحديث يعني؟ ويكون يتعلم ليس لله انما يتعلم نفاقا ورياء. الواحد بعد غصب عنه. لا ليس فيك ان شاء الله، انت رجل مسلم طيب.